أثروديل أثروديل إيقران شفرو ونهرو أم بهرو تيلولوخ تيلولوخ أحيي وفرقنو عم سبرو هليونو برحمو ثيل احزلوخ احزلوخ سنيحو يفسيحو يو أم يقرو زاخو يو سنيحو يفسيحو يو أم يقرو زاخو يو احزلوخ بروم رموخ موتقات لشمايو موتقات لشمايو أثرو ديل أثرو ديل. سيف نينوى سيف نينوى. في هذا الجزء من برنامج سيف نينوى سيف نينوى سنزور في كل حلقة إحدى الكنائس والأديرة في مدن وقرى سهل نينوى للتعرف على مدى الدمار الذي خلفته عصابات الدولة الإسلامية المجرمة. سيف نينوى سيف نينوى. تلسقف أو تسقوبة، وهي متأصلة من كلمتين تل وسقيبة، أي بمعنى التل المنتصب، إشارة إلى تلها القريب منها وهو تل أثري هي بلدة عراقية تقع شمال مدينة الموصل بمسافة 28 كيلومترا عن مركزها، وهي تتوسط الطريق بين قضاء تلكيف وناحية القوش، وتعتبر تلسقف من كبريات البلدات المسيحية في العراق بعد بغداد كرقوش وبرطلة والقوش، يسكنها حوالي 11,000 مواطن ومعظمهم من الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية. كما تشتهر القرية بزراعة محصولي الحنطة والشعير، ولها شهرة خاصة بصناعة الفخار والأزيار حباب الماء بصفة خاصة، فقد كانت المصدر الرئيسي لتزويد مدينة الموصل وقراها بهذه الحباب، وقد آلت هذه الصناعة إلى الاندثار بسبب توجه أبناء البلدة إلى أعمال عصرية أخرى إضافة إلى عملهم في الزراعة. وقد روى كلوديوس جيمس ريج عام 1820 ميلادية إن أهل تلسقف حفروا في هذا التل فعثروا على ضريح في داخله حجر ورد فيه اسم تلسقف، وحينما أوغلوا في الحفر عثروا على حجارة، ثم بلغوا مدفنا يضم أواني زجاجية ومصابيح. تمكن ريج من اقتناء إناءين من الزجاج، قال إنهما يشبهان الزجاج المكتشف في قطيسفون وبابل تم على إثرها اكتشاف بقايا أبنية أثرية. كما أجرى المنقب الفرنسي فيكتور بلاس في أواسط القرن التاسع عشر حفريات في تل تلسقف، غير أنه لم يفلح في العثور على أي آثار. ويذكر العلامة جيورجس عواد أن حفريات أخرى حدثت عام 1934 ميلادية. في تلسقف كنيستان، الأولى كنيسة مر يعقوب المقطع، وهي أقدم كنائس البلدة، لا يعرف على وجه الدقة تاريخ تأسيسها، ولكن من المؤكد أنها كانت قائمة قبل القرن الثالث عشر الميلادي إبان مجزرة المغول عام 1236 ميلادية. وقد جاء ذكر هذه الكنيسة في مخطوطة للكنيسة الكلدانية ضمن مجموعة كلوديوس جيمس ريج يعود تاريخها إلى عام 1499 ميلادية. أما الكنيسة الثانية فهي كنيسة مارجي ورجس
التي هدمت عام 1955 ميلادية، وبنيت مكانها كنيسة جديدة على الطراز اللاتيني. يقول المستشرق الفرنسي جان موريس فيه: لقد زرت هذه الكنائس عام 1943 ميلادية، وإن كنيسة مارجي ورجس ذات الطابع القديم كان فيها ثلاثة هياكل، وهي تخلو من كتابات أثرية. في شمال البلدة توجد أطلال بناية صغيرة مندثرة كانت مكرسة لمارسهدونة، وعلى طريق القوش يقع مزار مارتشمون المقابية. وقد جاء في فهرست برلين للمخطوطات من تحقيق المستشرق الساشو إن في تلسقف كنائس ومعابد مكرسة إلى مار يعقوب ومارجي ورجس وأبن ماران وسهدون وشموني وأولادها السبعة. إن أهم المواقع الأثرية في تلسقف يقع شرقي البلدة، حيث موقع دير أبن ماران منطقة التل، والذي الآن هو مقبرة البلدة. وفي وسط المقبرة يوجد بئر قديم، مما يدل بأن التل كان منطقة مسكونة قبل أن يتخذها سكان البلدة مقبرة لموتاهم. وقد عثر أهل البلدة في هذا الموقع على حائط باتجاه الشمال كان على ما يبدو جزءا من بناية الكنيسة. إن وجود المقبرة في هذا الموقع حال دون قيام تحريات أثرية للوقوف على حقيقة هذا الدير والبلدة معا. وللدير يوم خاص يحتفل به التلسقفيون، هو اليوم الثاني لعيد الفصح من كل عام، وقد جاء ذكر هذا الدير في كتاب التاريخ السعردة لمؤلف مجهول، حققه المطران الشهيد الديشير ضمن الباترولوجية الشرقية. يقع قرب تل الزقيبة، قرية على بعد 5 ساعات إلى الشمال الشرقي من الموصل، بقايا دير ينسب إلى أبن ماران رئيس دير الزعفران. غالبية المصادر تشير إلى أن أبن ماران الكبير كان من بيت كرماي كركوك الحالية، وهو مؤسس دير الزعفران، ولا نعرف على وجه الدقة إن كان أبن ماران الكبير هو الذي أسس ديرا آخر في تلسقف، أم إن راهبا آخرا يحمل نفس الاسم قد أنشأ ديره في تلسقف. فإن كان المقصود هو أبن ماران الكبير فيكون تاريخ تأسيس الدير هو القرن 7 الميلادي. غير أن الأكثر احتمالا أن الدير قد أسسه الربان أبن ماران الذي عاش في النصف الأول من القرن 10 الميلادي، والذي جاء ذكره في سيرة يوسف بوسناية المتوفي في أيلول عام 979 ميلادية، كما أشار إلى ذلك البحاثة الشابو، إذ يقول في ملاحظاته أن الربان أبن ماران كان له صومعة في مرتفعات جدرون، والتي تبدو من سياق السيرة أن هذه المرتفعات كانت قريبة من القوش ودير الربان هرمزد. وباعتقادي أن مرتفعات جدرون ليست إلا المرتفعات المسمى بالكنود والتي تقع ما بين القوش وتلسقف، إلا أن أدوارد ساخو له رأي آخر، إذ يقول بأنه تم العثور على لوحة أثرية في كنيسة تلسقف تدل على أن الدير قد بني أو قد أعيد بناؤه عام 1403 ميلادية بنفقات أهالي تلكيف، ولكن هذه اللوحة قد اختفت ولا وجود لها. تعرضت تلسقف إلى نكبات عديدة، كان أبرزها المذبحة التي قام بها المغول عام 1236 ميلادية، فقتلوا الآلاف من سكانها وأحرقوا الحقول والمساكن ودور العبادة وأبادوا الحضارة وشردوا الآلاف، ولم يسلم منهم إلا من فر هاربا ناجيا بنفسه إلى الجبال القصية. ولم تسلم كنيسة مار يعقوب المقطع في تلسقف، فقد دمرت بكاملها. وكذلك تعرضت تلسقف إلى هجوم عساكر برياق المغولي عام 1508 ميلادية، مثلما تعرضت تلكيف والقوش ودير الربان هرمزد لنفس الهجوم، كما قصدتها عساكر نادر شاه الفارسي أثناء حصارها لمدينة الموصل
عام 1743 ميلادية، فعملت فيها القتل والدمار والخراب مثل ما حدث في كرملس وبغداد وبرطلة وتلكيف ومناطق عديدة في شرقي الموصل. احتلال تلسقف. كانت تلسقف إحدى الملاجئ التي قصدها المسيحيون المهجرون من بغداد والموصل بعد اشتداد الصراع الإثني بعد احتلال العراق عام 2003. بتاريخ 23 من آب عام 2007 فجرت سيارة مفخخة، مما أسفر عن وقوع ما يزيد عن 25 من الشهداء الأبرار. وبتاريخ 3 من آب 2014 أخذت مجاميع المواطنين بشد رحالها إلى أقليم كردستان والنزوح إلى الشمال، تاركين كل شيء في منازلهم، وذلك بسبب اقتحام بلدة تلكيف من قبل عصابات داعش واقترابها من بلدات باطنايا وتلسقف وباقوفة وغيرها، إذ كانت القوة التي تقوم بالحماية قد انسحبت من السواتر التي تحمي المنطقة قبل ذلك بيوم، أي كان انسحابها اعتبارا من يوم 2 من آب 2014 دون إطلاق ولو طلقة واحدة. أما الكنائس فكانت نسبة الدمار فيها نوعا ما قليلة، إذ لم تتعرض الأبنية إلى دمار يذكر. المؤلم هو تخريب شواهد القبور وكسر الصلبان وتنزيلها من قبب الكنائس وأبراج النواقيس. تحرير تلسقف. بعد مرور 15 يوما انسحبت عصابات داعش بفعل القوة المهاجمة المكونة من قوات البشمركة الكردية وطائرات قوات التحالف، مجبرة إياهم على الانهزام وترك المدينة يوم 20 من آب 2014. خلال فترة وجودها في تلسقف تم تهديم حي كامل هو حي النور الجديد. وقد عاودت عصابات داعش مرة أخرى هجومها المباغت في بداية شهر نيسان من عام 2016، والذي كان هجوما عنيفا استخدمت فيه القوة المهاجمة خير مقاتليها من النخبة القتالية المدربة والتي كانت العمود الفقري للعصابات الإجرامية الداعشية، تساندها حوالي 30 مفخخة وعدد من الشفلات والبلدوزرات المصفحة، بالإضافة إلى حوالي 40 سيارة من مختلف الأنواع، معززة بأكثر من 30 سيارة نوع بيك أب وسيارات الدفع الرباعي، بالإضافة إلى 350 مقاتل مجرم. واستطاعت عصابات الدولة الإسلامية أن تدخل القرية من الصباح الباكر. يا اخوة نجمة ونجمة ونمسيرة ونمسيرة نجمة ونخوة عبرة ونمسيرة يا اخوة يا اخوة كبروا كبروا في إيماننا
لكن الإله حسيبنا فالتعلمي ينغمس في جند كفر مظلم ينغمس أمد سلاحك في فؤاد المجرم. الله أكبر. اللهم أنت الحمد. اللهم لك الحمد. رديدوا الله أكبر إنا هو النصر المبين إنها خلافة البشرى ووعد الله يقين. رديدوا الله أكبر إنا هو النصر المبين إنها خلافة البشرى ووعد ويقين. إنه النبي قام صاح العز هيا فافرحوا يا مسلمين فافرحوا يا مسلمين فافرحوا يا مسلمين فافعلوا راية الحق ويحوا الكافرين ونعيد المجد للدين وعهد الصالحين. سوف تعلو راية الحق ويخبو الكافرين ونعيد المجد للدين وعهد الصالحين. سوف تعلو راية الحق ويخبو الكافرين ونعيد المجد للدين وعهد الصالحين. سوف تعلو راية الحق ويخبو الكافرين. ولكن بحلول الساعة 7 صباحا تم تحرير تلسكوف بالكامل من أيدي تلك العصابة وإبادة كل القوة المهاجمة من قبل طائرات وقوات التحالف وقوات البشمرق والجيش العراقي والمواطنين المتطوعين الذين هبوا من كل المناطق للدفاع عن تلسكوف. وكانت تلك الضربة القاضية التي قصمت ظهر عصابات الدولة الإسلامية في هجومها المباغت التي كانت تعول عليه. أنا سلاحي إيماني أنا يحيا في الرجاء كل حياتي في السلام صوتي يغني للحياة يشدو بالحب لساني. أنا مسيحي أنا سلاحي إيماني أنا يحيا في الرجاء كل حياتي في السلام صوتي يغني للحياة يشدو بالحب لساني. أنا هنا باق هنا أنا هنا باق هنا حتى وإن غادر في يوم جسدي. قد ولدت تربيت وكبرت هذه الأرض لجدي أرض أبي. أنا هنا باق هنا أنا هنا باق هنا حتى وإن غادر في يوم جسدي. قد ولدت تربيت وكبرت هذه الأرض لجدي أرض أبي. نعم مسيحي أنا مسيحي أنا سلاحي إيماني أنا يحيا في الرجاء كل حياتي
في السلام صوتي يغني للحياة يشنو بالحب لساني. سنبقى رغم الألم حاملين غصن السلام، نحن شعب عانى دوما ولم يفقد الرجاء. سنبقى رغم الألم حاملين غصن السلام، نحن شعب عانى دوما ولم يفقد الرجاء. نحن حب فينا صدق نبل كرم وعطاء، حاشا لنا أن نفتخر إلا بصليب الفداء. نحن حب فينا صدق نبل كرم وعطاء، حاشا لنا أن نفتخر إلا بصليب الفداء. نعم مسيحي أنا، أنا مسيحي أنا، أنا سلاحي إيماني، أنا يحيا في الرجاء، كل حياتي في السلام، صوتي يغني للحياة، يجدو في الحب لساني. اثرو ديل اثرو ديل